في رحلة ساحرة إلى قلب الصحاري التونسية، سنتعرف على واحد من أكثر الطيور رشاقة وتكيفا مع بيئته الجافة، طائر الدراج العسلي المعروف أيضا بجليل أغبس، من الطيور البرية التي أثبتت قدرتها على البقاء في أقصى الظروف. يتميز جليل أغبس بمظهره الفريد الذي يساعده على الاندماج في بيئته الصحراوية. لون ريشه الكريمي يتماشى تماما مع ألوان الرمال والصخور، مما يجعله بارعا في التخفي عن أعدائه. طول جسمه يتراوح بين 20 إلى 25 سنتيمترا، وهو طائر خفيف الوزن ورشيق الحركة. يتميز جليل أغبس بسلوكيات فريدة تساعده على البقاء في بيئة الصحراء القاسية. يقوم هذا الطائر بالبحث عن الحشرات في الصباح الباكر أو في ساعات المساء، حيث تكون درجات الحرارة أقل. أثناء النهار يمكن أن يظل مخفيا بين الصخور أو النباتات الصحراوية لتجنب حرارة الشمس الحارقة. يعيش هذا الطائر في جزر الكناري وشمال إفريقيا وجنوب غرب آسيا. يعتبر التنقل بين هذه المناطق جزءا من دورة حياته. يتميز بتكيفه الكبير مع الحياة في الصحاري، حيث يعتمد في غذائه على الحشرات التي يصطادها على الأرض. تعتبر رحلاته الطويلة جزءا لا يتجزأ من تاريخه، حيث يهاجر في فصل الشتاء إلى دول مثل فنلندا وإيرلندا وبريطانيا العظمى. الهجرة هي جزء حيوي من دورة حياة جليل أغبس. يهاجر هذا الطائر في فصل الشتاء إلى مناطق أكثر دفئاً. تتميز هذه الهجرة بأنها تجنب الطيور الظروف القاسية في موطنها الأصلي، وتوفر لها فرصاً أفضل للتكاثر والبقاء. تضع أنثى هذا الطائر بيضتين في المرة الواحدة، وتحدث هذه العملية أثناء الهجرة. تفضل هذه الطيور وضع بيضها في أماكن آمنة بعيداً عن المخاطر التي قد تهدد حياة صغارها. يقوم كل من الذكر والأنثى بالعناية بالصغار، حيث يزودونهم بالغذاء والحماية حتى يصبحوا قادرين على الطيران والاعتماد على أنفسهم. يتغذى بشكل رئيسي على الحشرات التي يصطادها على الأرض. هذا النظام الغذائي يجعله جزءا أساسيا من النظام البيئي الصحراوي، حيث يساهم في التحكم في أعداد الحشرات الضارة. هذا الطائر ليس طائرا اجتماعيا بشكل كبير، لكنه يتفاعل مع أفراد نوعه عند البحث عن الغذاء أو أثناء الهجرة. تظهر هذه الطيور تعاونا أثناء تربية الصغار وحمايتهم. على الرغم من تكيفه الكبير مع بيئته، يواجه تهديدات متعددة مثل تدمير الموائل الطبيعية بسبب الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية التي تؤثر على موائل الهجرة. تعتبر جهود المحافظة على هذه الطيور أساسية لضمان بقائها واستمرار دورها البيئي الهام. أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يعجبون بهذا الطائر هو رشاقته وقدرته الفائقة على التكيف مع البيئة الصحراوية. يساعده لون ريشه المتناغم مع ألوان الصحراء على التخفي من أعدائه والاندماج في محيطه بسهولة. هذه الخصائص تجعله من أكثر الطيور تميزاً في المناطق الجافة. يعد طائر جليل أغبس رمزاً للصمود والقوة في الثقافة التونسية، حيث يمثل القدرة على البقاء في الظروف القاسية. يشكل هذا الطائر جزءاً من التراث الطبيعي والثقافي لتونس، مما يعزز من أهمية حمايته والمحافظة عليه. طائر جليل أغبس ليس مجرد طائر يعيش في الصحراء، بل هو رمز للقوة والقدرة على التكيف مع أصعب الظروف. يمثل هذا الطائر الجميل جزءا لا يتجزأ من التراث الطبيعي التونسي، ويذكرنا دائما بأن الحياة تجد طريقها حتى في أقصى البيئات.